انا احباب نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه وعافيه جيده ان شاء الله. انت اول مره تشاهد هذه القناه هذه، ما يبخلش عندنا بواحد الاشتراك وبواحد اللايك فضلا للامر وطبيعه الحال. بصوا هذا الفيديو هذا على بركه الله. اول حاجه غنبداو بها الفيديو هذا اخوتي هي الاحصائيات ديال الوباء اليوم بايطاليا. كما تشوفوا معايا في 1,084,255 تامبوني، يعني نوفي بوزيتيفي 189,109، 17.3% يعني تصو، يعني بالمقارنه مع البارحه يعني في ازدياد الانتشار ديال هذا الوباء هذا. كذلك حتى يعني الوفيات كما تشوفوا معايا 231 ديال الوفيات، توتال 138,276، واللي في العنايه المركزه الثيرابي انتنسيف كما تشوفوا معايا زائد 36، توتال 1,428. المهم اللي كاين اخوتي هو ان الحكومه لا زالت في اجتماع لغايه الساعه اللي تندير فيها انا هذا الفيديو هذا دابا، راه مازال باقيين فيها اجتماعات. المهم اللي كاين هو انه كاينين قرارات جديده اللي غادي نشوفوا بعض منها اللي غادي تشوفوها معايا دابا، هو انه يعني الناس هذوك اللي ما يديرينش اللقاح بطبيعه الحال غادي يتمنعوا من الولوج ديال الادارات، مثلا بحال الايمس بحال البنكه كذلك، يعني ما يدخلش لها، لا ما ديرش يعني الا ما عندكش الباس السوبر جرين باس يعني ما تقدر ما تدخلش ليها، يعني حتى يعني حتى من الباروكيير الانسان غادي يمشي يعني يحسن ولا غادي يمشي يحلق الشعر ديالو ضروري خص يكون عندك يعني هاد سوبر جرين باس. يعني حنا غاديين في تضييق وتشديد من اجل يعني ان الجميع يدير اللقاح، وهادشي اللي غتخرج به يعني ماشي هادشي ماشي غير في يعني في ايطاليا، حتى في فرنسا، حتى في المانيا، حتى في بريطانيا، يعني تقريبا اوروبا كلها او العالم كله يعني تقريبا نفس القوانين تقريبا اللي تنشوفوا فيها دابا حاليا. كذلك القرارات الاخرى كذلك اللي كاينه هو الاوفر تشيكوانتا، الناس اللي عندهم فوق من 50 عام يعني لما دايرينش يعني اللقاح ديالهم وما عندهمش هذاك السوبر باس جرين باس، بطبيعه الحال الخدمه ديالهم يعني السيبينديو ديالهم والاجر ديالهم يقولوا بسلامه، يعني حتى يعني ولو انهم يمشيو غادي تحسبوا يعني غائبين عن العمل وغادي يعني تحرموا يعني ما غاديش يتخلصوا لاش حتى يديروا هاد يعني يديروا اللقاح ديالهم. ديك الساعه ممكن انهم يدخلوا الخدمه ديالهم ويتخلصوا يعني في الخلاص ديالهم عادي، وعدم الوقت من هنا حتى ال 15 ديال جونيو. المهم الناس اوفر تشيكوانتا ضروري انهم يديروا اللقاح، اجباريه ديال يديروا اللقاح. المهم هذا الشيء اللي خرجت به يعني الحكومه الايطاليه في الاجتماع ديالها اللي كاين لغايه الساعه كما قلت لكم، مازال باقي اجتماع ومازال غيكونوا قرارات اخرى اللي غادي نشوفوها مستقبلا ان شاء الله، ربما غدا نقدروا نشوفوا يعني ديكريتو كامل اش خرج فيه يعني في هذه المسائل هذه. كما قلت لكم يعني هذه القرارات يعني راه في العالم كامل، من الصين، روسيا، امريكا، اوروبا، افريقيا، يعني تقريبا العالم كامل يعني بصدد يعني اجراءات وقوانين جديده لمكافحه الوباء كما تعرفوا. وبعيدا عن هذه المسائل هذه كاينه مساله اخرى اللي هي مهمه ديال لاجنسيا ديال الانتراتي، راه غادي تنزل يعني بغرامات بليسانسيوني كما تعرفوا، مولطات يعني اللي غيوصلوا حتى ل 540 لهذوك الناس يعني اللي ما مخلصينش يعني بعض الضرائب اللي عليهم انترول 30 جنايو ديال 2022. المهم الانسان خصو يحضر راسو يعني من هذه المسائل هذه ويخلص، لكن شي اللي عنده شي حاجه يخلصها، شي ضريبه يخلصها، خصو يخلصها. سيرتو الناس هذوك الداتوري ديال لافور دوميستيك اللي مخدمين عباد الله عندهم خصهم يخلصوا يعني الضرائب اللي عليهم، واللي هي عباره كما تعرفوا على فيرسامينتي يعني كونتريبوتي تريمسترالي اللي هو معروف للايمس. وكذلك الناس كذلك يعني اللي ما مخلصينش يعني لا راي الكانوني راي ديال التلفازه كما تعرفوا، ولو انه العديد يعني راه تيدوز لهم يعني في البوليطا ديال الكهرباء، لانهم تيخلصوا الكهرباء ديالهم ولكن ما تيخلصوش ديك الضريبه ولا ديك الامبوستا ديال 9 اورو في الشهر يعني من جنايو حتى لاكتوبر. نتمنى فقط بهذا القدر هذا، وما تبخلوش علينا بالدعم ديالكم للقناه وبواحد اللايك بطبيعه الحال، ونتلاقى معكم في فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.